موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تيفي، أهلا بكم. قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة اليوم إن المغرب لا يمكنه وحده تحمل جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون عليه في ظل الإمكانيات المحدودة التي يتوفر عليها رغم العملية الاستثنائية التي أطلقها المغرب لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية بالمغرب. وأوضح بن كيران في كلمة له خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين أن المغرب يحظى باحترام دولي في ضوء الإجراءات التي اتخذها في مجال الهجرة بناء على التعليمات الملكية في هذا الموضوع بعدما تحولت البلاد إلى أرض استقبال هجرة إفريقية وأوروبية. في إطار المجهودات المتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية على مستوى مدينة دار البيضاء، تمكنت عناصر الأمن بمنطقة عين سبع يوم أمس من اعتقال 15 شخصا من حاملي الأسلحة البيضاء والمبحوث عنهم. وحسب ما عينت شوف تيفي خلال هذه الحملة التي قادتها قائدة بالمنطقة، فقد اعتقلت المصالح الأمنية 15 شخصا، تبين من بعد التحقيق معهم أن أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، ومن بينهم 4 في حالة سكر طفح يحملون أسلحة بيضاء. في الخبر الاقتصادي، جدد البنك الدولي خلال انعقاد مجلس إدارته مساء أمس إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي يرفع البنك بموجبه دعمه المالي إلى 4 ملايير دولار أمريكي خلال الفترة 2014-2017. وأقل المدير القطري لمنطقة المغرب العربي لدى البنك الدولي سيمون غراي في تصريح صحفي: يسعدني أن أطلعكم اليوم على موافقة المجلس الإداري للبنك الدولي على الإطار الجديد لشراكة الاستراتيجية مع المغرب، والذي يرفع البنك بموجبه دعمه المالي إلى 4 ملايير دولار أمريكي. في الخبر الدولي عربيا، وبعد تأجيل الدورة الثانية لجلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، اليوم تناسلت الأسئلة والتكهنات حول مصير هذا المنصب، خصوصا مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة الدستورية لانتخاب خلف لميشيل سليمان، الذي ستنتهي ولايته في 25 مايو المقبل. في الخبر الفني، وفي تطور مفاجئ بخصوص قضية انفصال الفنان المصري تامر حسني من زوجته المغربية بسمة بوسيل، أشارت صباح اليوم عدد من المواقع اللبنانية أن بسمة كانت قد تزوجت من قبل من صديقها يحيى سويس، والذي كان معها في ستار أكاديمي. ونشرت ذات المواقع صورة من عقد زواج والذي تم تحريره في شهر أكتوبر عام 2010، مؤكدة أن بسمة نفت قبل ذلك في عدد من التصاريح الفنية وجود أي علاقة عاطفية بينها وبين السويس، مشيرة إلى أن علاقتها معه لا تتجاوز حدود الصداقة فقط. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.